السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا مع حضراتكم النهاردة قبل سفر النادي الأهلي بكرة إن شاء الله إلى غينيا، والاستعداد لمباراة حرية الغيني يوم الجمعة القادم. أكيد طبعا أخبار كثيرة جدا هتكون موجودة معنا خاصة بالنادي الأهلي، وكمان هيكون موجود معنا أحمد كيوانا مراسلنا من نادي الأهلي بالجزيرة، وكمان عشان نتكلم معاه على آخر الأخبار الخاصة بتدريبات الفريق الأول قبل سفر الفريق بكرة إن شاء الله، بعد ما يتدربوا تدريب صباحي بعدها يتوجهوا مباشرة إلى مطار القاهرة علشان يسافروا إلى غينيا بطائرة خاصة. واستعدادات النادي الأهلي في أولى لقاءاته خارج ملعبه إن شاء الله في أنه يعني يفوز بالمباراة ويبدأ رحلة فوزه بلقب الأميرة الأفريقية، بطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي. طبعا يعني كل البطولات هي محببة لجمهور النادي الأهلي، لكن بطولة أفريقيا غالية عند الجمهور، كمان بتفتح باب اللعب في كأس العالم للأندية. طبعا نادي الأهلي أكيد أي بطولة بيكون موجود فيها دايما هو المرشح رقم واحد على لقب البطولة. يعني بعد التدريب اللي أقيم اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة، تم إعلان قائمة النادي الأهلي اللي هتسافر إلى غينيا، 23 لاعب. يعني هقول لحضراتكم سريعا قائمة الفريق: حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، وعلي لطفي. أما في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني، محمد نجيب، سعد سمير، سليف كوليبالي، أيمن أشرف، صبري رحيل، علي معلول. خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد حمدي، مؤمن زكريا، وإسلام محارب، وكريم ندفد، ناصر ماهر، وأكرم توفيق، وأحمد حمودي. أما في خط الهجوم: وليد أزارو وصلاح محسن. طبعا يعني أكيد قائمة كل لاعب فيها مهم، كل لاعب فيها عليه دور كبير جدا. إن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ونتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يعمل نتيجة إيجابية علشان يرجع القاهرة يعني عليه الحمل أخف إن شاء الله. دايما زي ما احنا متعودين النادي الأهلي ماتشاته بره زي جوه بيقدم أحسن مستوى موجود، بيقدم أداء قوي جدا. شفنا مباراة الترجي، شفنا مباراة أكتر من مباراة تاونشيب رولرز. أكيد طبعا النادي الأهلي لما بيبقى موجود في أي مكان بيعمل 100% من كل لاعب موجود، وكل مجهود بيضاعف من قبل اللاعبين، عشان طبعا احنا عارفين النادي الأهلي نادي كبير جدا، وبالتالي اللعيبة عليها مسؤولية في المباراة القادمة. كمان روح المعنوية مرتفعة جدا داخل معسكر الفريق، اللعيبة راجعة من فوز مع منتخب مصر مع النايجر 6 أهداف مقابل لا شيء، وده طبعا يعني شارك عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي مش بس في المباراه، كمان في قائمه المنتخب، وكمان في احراز الاهداف. فان شاء الله يكون عامل ايجابي جدا، ومصر تفوز على النايجر، والاهلي كمان يفوز على حريه الغينيا، وبالتالي الاول والاخر هو شعب مصر كله بيفرح بعد فوز اكيد فرق من الفرق المصريه اللي متواجده في بطوله افريقيا. لكن ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يرجع بنتيجة إيجابية. طبعا التدريب كان عصر اليوم، التدريب أكيد شارك فيه لعيبة النادي الأهلي، لكن بعض أكيد مستر باتريس كارتيرون كان مزود الحمل البدني النهاردة شوية. خلاص يعني النهاردة يوم الاثنين، ثلاث أيام بتفصل النادي الأهلي عن مباراته القادمة. كمان موضوع الطيران هيخدم النادي الأهلي جامد جدا، النادي الأهلي هيسافر بطائرة خاصة، ودي هتوفر على النادي الأهلي مجهود في الترانزيت ومجهود في عدد ساعات الانتظار، وبالتالي انتهز فرصة الطائرة الخاصة مستر باتريس كارتيرون. وكان كل التدريبات كان فيها النهاردة كان فيها قوة بدنية، كمان اعتمد على جزء خاص بالتكتيك وجزء خاص بالكرات العرضية. زي ما احنا عارفين مستر كارتيرون بيكون عنده رؤية، بيحاول ان هو على قد ما يقدر ان هو يحفظ اللعيبة كل الجمل التكتيكية اللي بيحتاجوها في المباريات سواء في افريقيا او في الدوري. طبعا استراتيجيه لعب الاهلي في افريقيا اكيد مختلفه عن مبارياته بالدوري، كمان اللقاءات اللي خارج ملعب النادي الاهلي اكيد مختلفه تماما عن اللقاءات اللي بتكون على ملعب النادي الاهلي في القاهره. طبعا يعني كمان صلاح محسن وايمن اشرف ونصر ماهر
كانوا اتدربوا تدريبات خفيفه. طبعا كان في بعض الاجهاد اللي موجود عندهم، واكتفى مستر كارتيرون بالتدريب الخفيف علشان الحمل. كده كده السفر بيعمل حمل على لاعبي كره القدم، لكن السفر مباشره الى غينيا وعدم وجود ترانزيت والنزول والطلوع طبعا بيكون حمل اقل من السفر على مرتين. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يوصل بالسلامه، والنادي الاهلي يقدر ان هو يعود بنتيجه ايجابيه. طبعا النادي الاهلي اكيد بطل مجموعته 13 نقطه، بيصعد كاول المجموعه، وبالتالي النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم عينه على الصداره دايما. طبعا التدريب زي ما قلت لحضراتكم كان في فقره بدنيه قويه جدا، وبكره ان شاء الله هيكون في تدريب صباحي، بعدها ان شاء الله النادي الاهلي هيتوجه مباشره الى مطار القاهره وهيسافر وهيتوجه الى غينيا. القائمه اللي احنا شايفينها طبعا او قلتها لحضراتكم من شويه، اكيد طبعا قائمه يعني بنتكلم على النادي الاهلي مسافر بالكل يعني كل اللعيبه ان شاء الله اللي هتكون موجوده، 23 لاعب هيكون موجود منهم 18 لاعب يوم المباراه، لكن كل اللعيبه اللي موجوده اكيد كلنا يعني واثقين فيهم جدا وعندنا امل فيهم كبير جدا ان هم يرجعوا بنتيجه ايجابيه في اولى المباريات في الادوار الاقصائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما قلت لحضراتكم مستر كارتيرون قسم التمرين لجزئين، جزء بدني كان فيه جزء بدني قوي جدا، كمان الجزء الثاني كان فيه بعض الكرات الثابته والكرات العرضيه اللي هيعتمد عليها ان شاء الله فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه. شفنا في الفتره الاخيره ان النادي الاهلي فعلا معظم اهدافه اللي بتكون موجوده في المباريات بتكون من خلال كرات عرضيه، بتكون من خلال كرات ثابته. شفنا صديف كوليبالي المميز جدا جدا والاكيد احد الصفقات الناجحه جدا للنادي الاهلي، راجل جه من اول يوم كان متواجد، تاقلم تجانس كل شيء ممكن تقولوه صديف كوليبالي حققه مع النادي الاهلي، احرز اهداف واهداف مؤثره سواء مع فريق تاونشيب رولرز او ضد فريق تاونشيب رولرز او مع كامبالا سيتي في المباراه الاخيره. كمان يعني وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي شارك في نيران الفريق اللي اقيم النهارده، وكان اللاعب كان اشتكى قبل كده من عنده ورم في انقل القدم، لكن خضع لفحوصات طبيه، وطبعا ده قبل انطلاق نيران الفريق، وبالتالي لاعب انتظم فيه التدريبات وهيكون ان شاء الله موجود مع النادي الاهلي في سفروا الى فريق الى غينيا لملاقات فريق حوريه الغينيا. طبعا يعني ميدو جابر ومروان محسن ما كانوش موجودين في التدريبات، اتمرنوا في الجيم. ميدو جابر طبعا عنده اصابه في العضله الخلفيه، ومروان محسن اصابه في العضله الضمه، ومش هيكونوا متواجدين في سفر النادي الاهلي الى غينيا ان شاء الله. لكن كل اللعيبه زي ما انا بقول لحضراتكم اللعيبه كلها اللي موجوده هتكون على قدر المسؤوليه. النادي الاهلي دايما يعني اي اسم بيكون موجود بيكون عارف يعني ايه قيمه تيشرت النادي الاهلي، بيكون عارف المسؤوليه اللي عليه، بيكون عارف حاجات كثيره جدا. هو طبعا يعني الموضوع اكيد مش سهل، لكن يعني قبل ما اتكلم واروح معاكم في تفاصيل اكتر هنروح سريعا الى الزميل العزيز احمد كيوان علشان نتكلم معاه عن اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وسفره واستعداده الى غينيا ان شاء الله بكره بعد التدريبات. كمان معاه سياده المستشار محمود فهمي علشان نتكلم معاهم اكتر وكل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. كيوان برحب بيك في الاهلي الليله. مرحب بيك يا زميل عزيز عمر ربيع ياسين، دايما منور باطلاله جميله جدا، بكون سعيد ان انا معاك. يعني قول لي اخر الاخبار الخاصه بتدريبات النادي الاهلي، النادي الاهلي خلاص خلص تدريباته وبيستعد الى سفره بكره ان شاء الله، ايه اخر الاخبار والكواليس اللي كانت موجوده في تدريبات النهارده؟
اكيد عاوز ابدا معاك من الكواليس طبعا وكل الاخبار الخاصه، لكن تسمح لي عمر هروح لنقطه كانت جزئيه هتكلم معاك فيها. يساعدني طبعا معايا المستشار محمود فهمي، طبعا مستشار قانون النادي الاهلي، وفي تفاصيل كتيره جدا خاصه باللائحه عاوزين نتكلم معاه، وهرجع لك لجزئيه اخر الاخبار. هبدا معاك معالي المستشار، برحب بيك طبعا على شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. فكرين حابب طبعا النهارده كان في جلسه النهارده من مجلس الاداره وبين حضراتكم، وليه خلاص عاوزين ننتهي من قصه اللائحه ونحط البنود النهائيه للشكل النهائي للائحه الاستراتيجيه الخاصه بالنادي الاهلي، طمنا. هو احنا طبعا لجنه الصياغه واللجنه المركزيه، مجلس الاداره ما زال مجتمع، اجتمعنا في اول النهار النهارده الساعه 11 الصبح او 11 ونص مع كابتن خطيب ومع الاستاذ عمرو فاروق وبعض الساده اعضاء مجلس الاداره، واللجنه اللي هي لجنه اللي انا بشارك فيها يعني اللي هي لجنه اعداد الصياغه واعداد اللائحه، تقريبا انجزنا اقدر اقول لسيادتك يعني ثلاث ارباع النصوص، واتفقنا النهارده دلوقتي يمكن بخمس دقائق على احنا هنستأنف ثاني يوم الاربع بعد بكره باذن الله الساعه 2 الظهر، ونخلصها بعد بكره الساعه 2 الظهر من 2 يعني نستمر يعني. احنا النهارده اشتغلنا من 11 ونص اهو دلوقتي اظن الساعه 7 وحاجه زي كده. اروح معاك لبعض النقاط. طبعا كان في ملاحظات كتيره على بعض البنود، كان في اقتراحات كبيره، كان شايف ان في ورش عمل كبيره جدا قدمها النادي الاهلي بشكل ديمقراطي. طبعا الدنيا اتلمت وخلاص صيغت بشكل مطلوب. جالنا حوالي 4000 او 3800 اقتراح وتعديل من الساده الاعضاء، زائد ما اثير في الندوات الثلاثه، الندوة الأصلية في المركز الرئيسي هنا المقر الرئيسي زائد مدينة نصر زائد الشيخ زايد. جمعنا هذه أو في مش أنا يعني جمعنا في ورش عمل شغالة في هذا الموضوع، جمعت وصنفت هذه المواد اللي لقينا عليها حوالي 70% اعتراض أو اقتراح بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، دي كانت محل هي اللي محل إعادة النظر يعني، انما في مواد ما جاش عليها اعتراض كتير يعني. واخبر سيادتك احنا جمعنا هذا الكلام، واللجنه الاولمبيه برضه الساده الزملاء في اللجنه الاولمبيه امبارح قعدوا ويانا وليهم ملحوظات على مشروع اللائحه برضه، دي تناولناها ملحوظه ملحوظه عشان نشوف يعني وجهات نظر مختلفه، ما فيش بأس يعني، ويشكروا على هذا الجهد اللي هو بوزل من ناحيتهم تعقيب على اللائحه يعني وعلى مشروع اللائحه. وصنفنا المواد اللي هي محل اعتراض او اقتراح بالتعديل ها او التفسير او الاضافه من الساده الاعضاء اعضاء الجمعيه يعني. ابرز النقاط اللي اثيرت اللي هي العضويات، انواع العضويات المختلفه والعضو التابع هو مين والعضو الاصلي هو مين والى اخره، وعضويات الفروع الى اخر هذا الكلام. العضويات خدت وقت طويل في المناقشة وفي إعادة الصياغة. في إعادة الصياغة أنا معايا خمس زملاء من مختصين بالصياغة من أعلى المستويات يعني، مش عشان هم زملاء ولا حاجة يعني، إنما هم ناس أفاضل، وإذا كنت تحب أقول لك أسمائهم. المستشار مجدي العجاتي كان وزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلس النواب، وكان رئيس قسم التشريع مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة. المستشار احمد حسان رئيس المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله سابقا برضه وعضو قسم التشريع في مجلس الدوله. المستشار منصف نجيب سليمان برضه نائب رئيس مجلس الدوله وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. المستشار يا سيدي مين كمان؟ اسامه انديل رئيس استئناف القاهره. فهذول الساده اللي ويانا من المتخصصين في الصياغه يعني، احكام موضوعيه طبعا بتصار من جانب الساده الاعضاء من جانب اللجنه الاولمبيه من جانب اي جهه تهتم او طلعت على مشروع اللائحه. اكيد انت طمنتنا على اللائحه، لكن عاوز اروح معاك لزاويه تانية. اسمح لي. يمكن الناس ما بتشوفش ده من زمان في النادي الاهلي، انك النهارده تشوف ديمقراطيه شامله من كل اللجان الفنيه داخل النادي، كذلك من كل الاعضاء، انك تطرح الموضوع بشكل ديمقراطي عشان تحط دستورك بنفسك بايدك. لمست الموضوع ده بالنسبه لك؟ طبعا انا بعتبر مش عشان انا يعني متحيز للنادي الاهلي او بقالي مده طويله في النادي الاهلي، انما ده وضع او يعني سابقه غير مسبوقه في الناحيه دي، من ناحيه ان انا بعمل مشروع لائحه
او تسميه سيادتك يعني دستور، ما هوش دستور دوله ولا حاجه، انما دستور داخلي يعني او لائحه داخليه للنادي الاهلي، ثم تلاقي تدع يعني انت بتعمل دعوه للساده الاعضاء، تلاقي هذا الكم الهائل من الاعضاء والاهتمام، ها، والقراءه المتانيه والعميقه والاقتراحات اللي بتيجي تفيد ان الناس دي قرت ومهتمه ان اللائحه تطلع على احسن مستوى. فدي يعني بعتقد ان دي سابقه ديمقراطيه عظيمه جدا في النادي الاهلي، ومش عشان حاجه، مش عشان بقول يعني النادي الاهلي يمكن يعني ليه الرياده في هذا يعني. لكن عاوز اروح معاك ليه اخر نقطه معاك يوم الاربعاء ان شاء الله في جلسه تانية من اجل خلاص نخرج اللائحه بشكلها النهائي. يوم الاربعاء باذن واحد احد باذن الله، يعني على اخر نهار يوم الاربعاء بالليل كده زي دلوقتي، هتبقى ان شاء الله اللائحه مصاغه صياغه نهائيه بحيث انها تطبع في نسخه اخيره، لان انت عارف طبعا الجمعيه العموميه عشان اللي هتوضع في يوم 28 يجب يوضع كل الاوراق والى اخره والمستندات واللائحه بالذات بصفه نهائيه قبل الجمعيه بثمان ايام او تسعة ايام. فان شاء الله بكل خير باذن الله. شاكرين فضلك. انا اسف ان انا عطلتك. لا شاكرين فضلك، متشكرين جدا. المستشار اكيد حديث مهم على المستشار محمود فهمي، اكيد دور مهم ليه، هو راجل بصراحه كان موجود لحظه بلحظه مع الساده كل اعضاء مجلس الاداره وكذلك الجمعيه العموميه من اجل اظهاره دستور جديد للنادي الاهلي. عمر كنت سالتني على النواحي الرياضيه. يعني اكيد كوان يعني عايز اتكلم معاك على اخر اخبار النادي الاهلي. ابدا معاك يمكن بالمصابين، نعرف اخر اخبار مروان محسن وميدو جابر، ما كانوش موجودين مع الفريق، خدوا تدريبات خاصه بالجيم، حابب اطمن عليهم من خلاله. ايه ده، ابدا معاك ميدو جابر بيبقى الله هيبدا الجري معك الجزئية أو العنيفة أو البدنية، أما بالنسبة لمروان فهو على الأمامية من الدرجة الثانية. هيبعد عن ملعب على إتقان الكرات العرضية الكرات الثابتة، كان في جزء أول خاص بحمل بدني طبعا، يعني هل الأمور يعني مشيت على ما يرام، كل شيء كان ماشي كويس، وهل كان في روح يعني كان في حماس في التدريبات؟ عارفين اهلي بكره هيسافر ان شاء الله بعد مرانو الصبح، وكمان كان بطائره خاصه مباشره اكيد نفسيا. اكيد معاك من اول نقطه عمر، يمكن كان فعلا تمرين بدني قوي جدا من النادي الاهلي من اجل التركيز، وحس اللاعبين مستر باتريس كالترون من شخصيته، يمكن فرض شخصيته بشكل مباشر من اول لحظه مع النادي الاهلي، سمات البطوله واضحه جدا في تفكيره وخطته، كانت واضحه النهارده في بدايه التمرين، كان اجتمع بكل اللاعبين في بدايه التمرين واتكلم معاهم، حسهم على دورهم المهم ان هم اسعاد جماعي بس تكون صباحا في مطار في تمام الساعه الترانزيت ساعه او نص في المغرب سمير عادي عمل جامد من انتقالات وكذلك تفاصيل يمكن الامور اللي الاهلي الى مكان وكذلك المكان الفندق هيبقى قريب جدا من الملعب، كل الامور بالنسبه للنادي الاهلي هتكون بشكل مناسب. ست يكون الوزير الاكبر العمل كمان كان امبارح لكن النهارده كان موجود في التدريبات ان شاء الله مع الفريق. هل وليد سليمان ان شاء الله حالته الصحيه، ويعني بنتكلم خصوصا في انكل الرجل، ان هو يعني جاهز تماما ان هو يشارك في لقاء يوم الجمعه ان شاء الله، ولا لسه في بعض الالام اللي موجوده في انكل الرجل؟
انت عشان لعيب كوره فبتتكلم في الامور والتفاصيل دي. فعلا وليد سليمان كان بيشتكي من كعب وانكل رجله في تمرين الامس، لكن هو اتمرن بشكل سليم النهارده، كان طمنا عليه. حتى اتكلمنا مع الدكتور، يعني اتكلمنا على التفاصيل بالذات مع وليد سليمان، واحد من اللعيبه المميزين جدا والبارزين جدا في النادي الاهلي الفتره الاخيره وليد سليم، ويمكن كمان الفتره اللي هيسافر فيها النادي الاهلي لسه المباراه عليها 4 ايام، اعتقد هيكون في برضه راحه وهيكون في اداء وتمرين منظم لوليد سليمان عشان يقدر يشارك المباراه بشكل اساسي. وجود كابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير قبل سفر النادي الاهلي الى غينيا اكيد طبعا يعني ادى روح معنويه كبيره جدا للعيبه، واكيد طبعا حماس في التدريبات. كابتن الخطيب ده من وشه حلو، كان موجود في مباراه الترجي الكساف، الرئيس بعث النادي الاهلي فاز بالمباراه، اكيد وجوده كان مهم جدا النهارده في تدريبات الكوادر. بصراحة صورة متعودنا عليها من النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، برغم كم يعني الاجتماعات والضغط بخصوص اللائحة واجتماعات مجلس الإدارة والأمور اللي بتمر بها النادي الأهلي، من يعني عاوزين خلاص المشهد بتاع اللائحة ينتهي، لكن إنه هو حرص إنه يكون موجود على النهاردة مع اللعيبة ويتابع التدريب من بدايته. يمكن كانت مبادرة مش جديدة على الكابتن خطيب، كابتن خطيب لعب كورة عنده حس كبير جدا باللعيبة، رسالة مهمة، رسالة نفسية ومعنوية كبيرة جدا للعيبة، اكيد اثرت في شخصيه كل لاعب ولاعب. وانت عارف يا عمر، وانت لعبت نادي الاهلي وعارف ان اي لاعب في النادي الاهلي قدروا انه يكون بطل، ما لازم يكون شخصيته وسماته وقدراته وامكانياته جواه، عارف كويس جدا ان النادي الاهلي لازم يكون بطل، ما بيقبلش غير بالبطوله. يمكن برضو عايز اطمنك على بعض اللاعبين واديك فيهم تقرير. يمكن السوليه طبعا هيكمل البرنامج المائي بتاعه وواخد 3 حقن بلازما، ربنا يا رب يشفيه وان شاء الله يرجع الى الملعب. طبعا جاي وحشنا ونفسي نشوفه، بس لسه مطول شويه معانا. يمكن رامي ربيعه لما يرجع الفريق من غينيا هيشارك في التمرين الجماعي، اما بالنسبه لباسم علي فكان استبعاده اليوم من القائمه واستبعاد فني، لانه طبعا كان جاهزيته يمكن ما كانتش بنسبه كبيره جدا، كان جاهز. اما بالنسبه لميدو جابر زي ما قلت لك هيبدا يجري حوالين الملعب بعد 48 ساعه. مروان محسن ذكرت لك برضو اصابته، وبراجع معاك تاني ان هو عنده شد في العضله الاماميه من الدرجه الثانيه وهيبتعد عن الملاعب ل3 اسابيع. كيوان بشكرك شكرا جزيلا، يعني اتكلمت معايا في كل حاجه وفتنا باخر الاخبار اللي كانت موجوده في تدريبات النادي الاهلي واستعداده قبل سفره الى غينيا ان شاء الله. كيوان بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. لسه مكملين مع حضراتكم اخر الاخبار اللي موجوده، ويعني قبل ما نروح لخبر مهم جدا خاص بمحمد صلاح، يعني سمعنا من كيوان وجود الكابتن محمود الخطيب اكيد طبعا كان يعني حاجه مهمه جدا ومش حاجه جديده على النادي الاهلي. كمان اللعيبه اللي غايبه طبعا اسامي تقيله جدا، لكن زي ما قلنا ان قدر اي حد بيلعب في النادي الاهلي ان هو يكون بطل، ان هو يكون رقم واحد، فدايما المسؤوليه بتكون على الجميع، ما حدش بيتحمل المسؤوليه لوحده، جهاز فني، لعيبه، مجلس اداره، كله بيكون على قدر المسؤوليه. فيعني تخيلوا حضراتكم عمرو السوليه واجاييه ورامي ربيعه ومروان محسن وميدو جابر وباسم علي، اكيد يعني 6 لعيبه تقال جدا جدا جدا، اكيد هيفرقوا مع اي فريق بيكونوا موجودين فيه. نتمنى ان شاء الله يقدروا ان هم يعودوا الى صفوف النادي الاهلي في اسرع وقت، وكمان يشاركوا مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في الادوار القادمه. رامي ربيعه ان شاء الله خطوه مهمه جدا ان هو يرجع مع تدريبات الفريق في بعد عودتهم من غينيا ان شاء الله. بتكلم على نقطه مهمه جدا، او نقطه يمكن كنت قلتها في الاول بس حابب اشرحها لحضراتكم تاني. انا قلت يمكن النادي الاهلي مسافر بطياره خاصه، لكن عدد الترانزيت، انا بتكلم على ان دايما النادي الاهلي لما بيروح بطائره عاديه جدا بيبقى عدد الترانزيت طويل، فبالتالي بيبقى المجهود فيه حمل كبير على النادي الاهلي. لكن وقت الترانزيت لما يكون قليل جدا ده اكيد بيفرق مع اللعيبه، بيفرق في بقى، بنتكلم على القعده، بنتكلم على ان لاعب الكره دايما بيحب ان هو يكون لو قاعد لفتره طويله بيحب قاعد بيكون قاعد بشكل مرتاح. الترانزيت في الدول الافريقيه بيكون متعب، بيكون نقل شنط، استلام شنط، تخليص ورق، لكن طائره خاصه ان شاء الله بالهبوط الى المغرب الشقيق ان شاء الله عدد ترانزيت قليل، هو هيكون ترانزيت خاص ب الوقود الخاص بالطائره ان شاء الله يكون عامل نفسي جيد للعيبه. وزي ما قلت لحضراتكم اللعيبه هتكون عندها مساحه كبيره ان هي تستريح بشكل كويس جدا. لسه هنكمل معاكم باقي الاخبار اللي موجوده. كنت هتكلم معاكم على خبر محمد صلاح و
منافسته ل 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا. هنتكلم مع حضراتكم على محمد صلاح، مين هم اللعيبه اللي هينافسوا محمد صلاح في افضل 11 لاعب في عام 2018، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في الاهلي اليوم.